قافز كنيو بعدين ميرا سوس فومار كرو قافز كنيو مرة بعدين يكون عنا صحة جيدة صحة سليمة بوينا ريسبيراسيون بالي تنفس مزيان اخر دو كيميايا شنا برونكيتيس بالي قاشيت كنيو قاشيت كنيو قلتكم بيتشوس غير راه اسهل حاجة وغادي اسهل حاجة تقطع ياك هذا عمري اسو دي خارديكو ماركيت ماليسيمو بالي كما شفتوا اخوتي في هذا الفيديو اللي عملت هذا الفيديو هادو يعني عملته من الطبيب يعني كنت محصور واحد الحسره يعني يرثى لها يعني مخنوق من الصدر ديالي يعني جاني برونكيتيس وبرونكيتيس على حسب ما قال لي الطبيب يعني عملت ثلاثه تراتامينتوس والو السعله باقا شبراني المهم عملت تصاور وهذا قال لي الطبيب ما عندك والو ولاني قال لي يعني من الاحسن تقطع الكرو وانا كنت قاطع الكرو قبل بحكم يعني كنت صافي الكرو كنعملو هنا كيوصل هنا كنبغي نموت ومن هذا المنبر بغيت غادي نحكي لكم انا كيفاش القصه ديالي مع التدخين كيفاش قطعته كيفاش رجعت ليلو ونتمنى تكون التجربه ديالي يعني تنفعكم باش تحاولوا تقطعوا لان الكرو التدخين راه عارفين الاضرار ديالو بلا ما ندخلوا في التفاصيل راه الاضرار ديالو من ناحيه الصحه ومن ناحيه حتى يعني د الفلوس يعني ايكونوميكامينتي راه كيخرج راه باكيه الكرو راه كتعمل هنايا في اسبانيا كتعمل 5 الاورو و15 في القهوه 5 الاورو في الساكا يعني ضربه في 30 كتعطينا 150 الاورو يعني 150 الاورو في الشهر وخمسه ما محتاجاش امكانك تصدق بيا ولا تعمل بيا مشعور مشروع راه في الضربه في العام راه شوف شحال غادي تعطيك واش فهمتوا القصه ديالي انا مع التدخين انا كندخن في كبير كانت عندي ماشي كبير ولكن كانت عندي 20 عام يعني كنت بديت كندخن انا في 97 واقيلا اذا كانت عندي 20 عام بقيت كندخن لمده 10 سنين وكندخن يعني بواحد انا في الصغر ديالي الصراحه كنت كنشم ريحه الكارو كنت كنبغي نتخنق كنقول الناس كيفاش كيكميو الكارو كان كيجوني الناس غرابين كيكميو الكارو تجبرت راسي انا كنكمي يعني هذه عند العلاقه حتى بنادم مع من كيمشي ومع من مع شهر يعني عند العلاقه كبيره قلت لكم ديت 97 قطعته واقيلا في ديك 2000 2005 بقيت 6 سنين وانا قاطعو جا واحد النهار قررت انا نقطعو عاوتاني غير هيدا كان رزاني غير في الصحه ديالي وقطعته كنت مشيت للطبيب كنت في المغرب ومشيت للطبيب وتقريبا جاني بحال هذا الشكل هاد السعله اللي فيا دابا وواحد بالعد ثم كتعرفوا عاوتاني كانت جابتني كنت رجعت للمغرب يعني كنت بغيت نستقر في المغرب جابتني خسرت مصيبه فلوس شي مليون فرانك والطب هذا كيكذب عليا والمهم خصهم غير يجبدوا فلوس انتم عارفين هذا هو موضوع اخر المهم قطعت الكارو بقيت 6 سنين قطعو عاوتاني رجعت ليلو يعني بلا ما نشعر تقدر نكونوا جالسين في شي غدا ولا شي حاجه من الغدا كان عطاني شي واحد في كارو ورجعت ليلو بقيت مده عام كامل قطعو قطعتو عاود يعني بقيت 6 سنين وانا قطعو رجعت نكمي بقيت عام عاوتاني رجعت ليلو بقيت عام اخر بقيت عام اخر البليه كتجي غير المهم انا كنبغي نرجع ليلو ماشي يعني باش قطع الكرو 6 سنين وعام وهذا راه انت كتبغي ترجع ليلو ماشي ما قدرتيش رجعت نكمي بون عاود كان السبب هاد المره كان السبب المره الاولى باش كنت قطعته 6 سنين واحد السيد قريب من العائله فين يشوفني تقول كيبقى يجري مرايا باش يعطيني الكرو شي بعض المرات كيقول لي كيقول لي عندي جوج باكيات كيعطيني وحده غير باش يبليني ما فهمتش انا كيفاش كان كريم بزاف كان كريم غير في الكارو المهم داز وقت قطعته بقيت قاطعو شي 6 شهور عاود رجعت ليلو كان جا واحد الاسباني كنت جبت يخدم معايا كان كيخدم معايا كيعطيني مره كيعطيني كارو عاود لقيت راسي مبلي دابا جايب عام وليني دابا كنقول هذه المره الاخيره غادي تكون جايب 15 يوم قاطعو ما كاين حتى شي مشكل
على هادشي بغيت نعمل هاد الفيديو ونوجه الصراحه للناس المدخنين اللي بغاو يقطعوا الكرو، راه اسهل ما كاين، راه ما تحتاج تمشي للطبيب، ما تحتاج تمشي للفارماسيه، ما تحتاج تعاون بديك السيجاريت الكترونيك ولا بالشيشه ولا حتى شي حاجه. انا اول مره كانت المده الطويله ديالي كنت كنتعاون غير ب بيبا، يعني غير بالزريعه، زريعه كنت كنتعاون بها صافي. وكانت جات حتى الصيف كنت كنعمل غير فروتو سيكوس دلاح بطيخوت كنقطعو طريفات، كنت كنتبلى مع الافلام حتى جبرت راسي نسيتو. ولحد ودابا حاليا جايب انا 15 يوم ما عادي، ما كاينش ما فياش الاثر باللي انا خصني نكمي. وكاين والله العظيم كاين واحد الفرق كبير بين الانسان كيكمي كيدخن والانسان ما كيدخنش، لان انا لاحظت ملي كنت ديك المده اللي قطعتو 6 شهور الدروج ما كنتش كنقدر نطلعهم. دابا عادي جد عادي كنمشي نجري، نقدر نجري 5 كيلومتر، نجري نص ساعه ساعه المكانه ما نوقفش بدون توقف. حتى الشكل، حتى الشكل من الانسان في الوجه ديالو في الشكل ديالو كيتغير ملي كيكون كيكمي ومي كيكون ما كيكميش. يعني ومي ما كتكميش يعني كتقدر تعمل رياضه، اذا كنتي كتكمي ما تقدرش تعمل رياضه. كنهضر على المدخنين الناس اللي كيدخلوا بزاف، لان انا في واحد الوقت كنت كنكمي علبه او علبه ونص في النهار، اذا كان مثلا الويكاند اما الايام عاديه كنت كنكمي يعني باكيه كامله عشان تو. المهم انا بغيت نعمل هذه الحمله هذه الناس اللي بغاو يقطعوا، لاننا عامل واحد التحدي باغي نقطع التضخيم بصفه نهائيه. بغيتكم الصراحه ما كرهتي تبارطاجيو هذا الفيديو، وانا عندي شي فيديوز اخرين غادي ننزلهم، تبارطاجيو هذا الفيديو للناس اللي عندهم الغرض واللي عندهم الرغبه يقطعوا يتخلوا عن التدخين، لانه مضر ومضر بزاف. لا ما ندخلوا في التفاصيل الاضرار ديالو على الصحه، وخصوصا اذا كانوا عندنا الدراري، يعني كتجيبها كتكمي في السياره، كتجيبها كتكمي في الدار، واخا كتبغي تخرج من البالكو ولا هذا كيكون البرد شي بعض المرات كتدخل ديك الريحه. من الاحسن والله ما كيفيدنا، ما كيفيدنا حتى شي حاجه. دابا هنا كنهضر معكم عن تجربه، لا في المده اللي قطعته 6 سنين ولا حاليا. يعني عمي لوس دخلني كما قطع الكام الرسيم زي الميرا في رقم الطول بعدين را أسهل هذا قطع الضغو زي الدرع عفرية تنوية دخلني كما قطع كيمو الفيتو برونكيتيس استول دي كما خارج كما غالي كيستان سيسانيو سين كما كنينو بروليما كتسسني بلا كارو في تامشي أبي دلوقتي طيب هذا أسهل هذا الفيديو وغادي أسهل هذا بيت سيس من قطعه ورجعت بيت عام تعطي الصشور عبدا هذا بيت الصشور ودرجة العصرية كربنا نقطي على تنظيم.